فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إزيكم يا باشمهندسين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة مكملين مراجعة ليلة الامتحان. خدنا الجزء الأول حساب مثلثات، إن شاء الله هنبتدي في الجزء الثاني الهندسة التحليلية كلها. بسم الله، بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. زي ما مشينا بالضبط يا شباب في حساب مثلثات، كنا ماسكين الدروس بالترتيب أهم أسئلتها، برضو إن شاء الله في الهندسة هنمشي كده. تحرك جسيم من نقطة ثابتة متجها شرقا فقطع 6 أمتار، مشي من الشرق وقطع 6 متر، ثم توجه جنوبا قاطعا مسافة 8 متر، نزل على الجنوب كده وقطع 8 متر، فإن المسافة المقطوعة ناقص الإزاحة بتساوي إيه؟ قلت له فين الإزاحة؟ أقصر بعد ما بين نقطة البداية والنهاية، جبنا من فيثاغورس طلع ب10 متر. المسافة طول المسار الفعلي 6 زائد 8 ناقص الإزاحة اللي هي ب10، يبقى الناتج طلع بيساوي 4 متر. الإزاحة على المسافة، الإزاحة يا أستاذ أقل من أو تساوي المسافة، الإزاحة أقل من أو تساوي المسافة. تخيل إن أنت قسمتهم مع بعض، قسمت دول على بعض كده، الإزاحة على المسافة، هل هيبقوا أكتر من الواحد؟ لا. طب بيساوي الواحد؟ ما أقدرش أقول لأنه ما قالش في نفس الاتجاه، هما لازم يكونوا أقل من أو أقل من أو يساوي، ما فيش إلا أقل من خلاص. طب لو كان في أقل من أو يساوي كنا خدناها، الإزاحة بتكون أصغر من المسافة أو قدها. تمام يا أستاذ، يبقى الاختيار هيكون أقل من. ألف ب ج د مربع، تعال نرسم مربع. تمام، تقاطع قطراه، القطرين بتوعه اتقطعوا في مين؟ كان اسمه ألف ب ج د. س منتصف الألف ب وصاد منتصف الب ج، س في النص وصاد في نص الب ج. تمام، على الترتيب الس صاد بيكافئ ايه؟ قلت له يا أستاذ ده بيوازي ده وبيساوي نصه، والأقطار كان بينصف كل منهما الآخر، يعني معنى كده السين للميم لا إما قد الألف للميم لا إما قد الميم للجيم. إيه اللي موجود هنا؟ ألف ميم موجود ولا من الميم للجيم موجود؟ لا، ألف ميم هو اللي موجود يا أستاذ، يبقى الاختيار ده هو الصحيح. بدأ يا باشمهندسين بعد كده الدرس الثاني وقال لي هو المعيار بيجي إزاي؟ الدرس الثاني كان بيتكلم عن معيار إزاي أحول متجه من صورة إحداثية القطبية والعكس، ايه هو شرط التوازي والتعامد، كان ازاي بجمع واطرح، كل دول هنتكلم فيهم على شكل اسئلة. المعيار يا استاذ كان بيساوي الجذر التربيعي للسين تربيع زائد خانة الصاد تربيع. كويس، خانة السينات بكام تربيع؟ قلت له يا استاذ السين قيمتها بتلاتة جذر تلاتة تربيع، يبقى 9 × 3 = 27 زائد 9 بجذر 36 قيمتها بتساوي 6. عبر لي عن ألف ده بدلالة الوحدة الأساسية، ألف المسألة ألف دي تعرف تحطها بدلالة وحدة أساسية؟ وحدة أساسية يعني أحط لها متجهات يا هندسة. يعني إيه؟ يعني أقول له ألف متجه ده عبارة عن 3 جذر 3 ده في اتجاه السينات زائد 3 ده في اتجاه الصادات. كويس، إيه هي الصورة القطبية الألف؟ قلت له ألف صورته القطبية، هو الصورة القطبية دي كنا بنجيبها ازاي يا أستاذ؟ بالعربي خالص هي الطول والزاوية، المتجه ده يا باشمهندس بيكون عامل طول، الزاوية دي في الربع الكام؟ موجب، وموجب ربع أول، يبقى ده المتجه في الربع الأول. أنا عاوز طوله يا أستاذ، تعال نجيب لك طوله، طوله جبناه بستة، طب عايزين زاويته يا أستاذ،
عشان تجيب الزاوية انت مش معاك احداث السينات واحداث الصادات؟ طب ما تجيب زاوية هندسة وخلاص وتريح حالك. 3 على جذر 3 ز كام اللي ب 3 على 3 جذر 3 يعني بواحد على جذر 3، قلت له 30 درجة، قال يبقى الصورة القطبية ممكن تكتبها 36 درجة وممكن تكتبها 6 وباي على 6. ليه؟ لأن باي على 6 دي هي 30 درجة. طب لو كان مديني الصورة القطبية وعايز الإحداثية كنا بنجيبها له ببساطة قوي يا أستاذ، بنقول له الطول في جتا الزاوية اللي مدهاني دي 135، والطول في جا الزاوية اللي مدهاني. تمام يا أستاذ، يبقى الطول في جتا الزاوية والطول في جا الزاوية دي طلعت بتساوي سالب 8 ودي طلعت قيمتها بتساوي 8. يبقى معنى كده ان الصورة الإحداثية يا أستاذ عبارة عن سالب 8 و 8، ده للمتجه ألف. نكمل معايا متجه ألف ومعايا متجه ب، بيتجمعوا ازاي؟ قلت له بجمعهم، بجمع خانة السينات مع بعض والصادات مع بعض. يعني دي يا أستاذ بقى قيمتها عبارة عن 3 و 2. تمام، بقول لك أنا عايز المعيار، يبقى المعيار بيساوي الجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع بجذر 13 وحدة طول. طب لو كان معايا يا أستاذ متجه بصورة قطبية، أيوه، وعايز الناتج مضروب في 2، أضربه له في 2 إزاي؟ هل يا أستاذ المقصود بيها 6 وباي على 2؟ لا يا باشمهندس، كده أنت عبيط. ليه يا أستاذ كده أنا عبيط؟ لانه يا هندسه الزاويه مش هتتغير ولا هتتاثر بحاجه. مش فاهم، مش ده كان المتجه؟ ايوه، هو بيقول لك اضربه في 2 يعني زود طول المتجه بس، الزاويه هتفضل زي ما هي. يا راجل هو ده معناه؟ اه. وممكن انت تضحك عليه وتريح بالك خالص. هعمل ايه؟ هقوم احول دي الاحداثيه اللي هي الطول في جتا الزاويه والطول في جا الزاوية. تمام، هضربها في 2 يبقى الناتج بيساوي 6 من جتا و 6 من جا. هل انت جيت جنب الزاوية دلوقتي يا هندسة؟ ما جيتش جنبها. خلاص، يبقى الصورة الإحداثية لإما تكتبها 6 جذر 2 على الاتنين يعني 3 جذر 2 و 3 جذر 2، لإما كنت ترجعها له بالصورة القطبية تقول له هي هتبقى 6 وباي 4 زي ما هي. أ بتساوي 6 في اتجاه س ناقص 6 في اتجاه ص. الصورة القطبية بإيه؟ قلت له يا أستاذ الصورة القطبية دي كنا بنجيب الطول المعيار والزاوية. طب المعيار بتجيبه إزاي؟ المعيار الجذر التربيعي للسينات تربيع زائد الصادات تربيع. طلعت بستة جذر 2. كويس، عايزين الزاوية. قلت له يا أستاذ الزاوية دي السينات موجب والصادات سالب، ده معناه ربع رابع. يبقى ظا سيتا بتساوي 6 على 6 بتساوي 1، يبقى 45 في الربع الرابع. خلي بالك يا باش مهندس من حتة الربع، خلي بالك من الربع. ماشي يا أستاذ، الربع الرابع الزاوية هنا 45 درجة يبقى 315. يبقى الطول بتاعك أصبح لإما تكتبه له 6 جذر 2 والزاوية بتاعتك سالب باي 4 يعني سالب 45 لأنك هتعتبر إنها هتقيسها كده، لإما ممكن تكتبها 6 جذر 2 و 315 عادي. بدأ يا شباب يعمل لي ربط، عاوز معيار أ ومعيار ب ومعيار ج. قلت له بسيطة، معيار أ بالجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع، معيار ب بالجذر التربيعي للصاد اللي موجودة، معيار ج قلت له لا ده عايزة تتظبط، يبقى هات له يا باشمهندس ج الأول بصورة إحداثية، يبقى 5 جتا باي على 18 زائد 5 جا باي على 18. تعال نجيب المعيار كده وركز. معيار ج بيساوي السينات تربيع 25 جتا تربيع باي على 18 زائد الصادات تربيع. قال لا انت لاحظت حاجه؟ انت لاحظت حاجه يا هندسه؟
ان الجتا تربيع والجتا تربيع لنفس الزاويه. ايوه يا استاذ. طب خد 25 مشترك، يبقى جتا تربيع باي على 18 زائد جتا تربيع باي على 18، دول كده قيمتهم بواحد، يبقى الناتج بيساوي جذر يا استاذ ال 25 اللي هي بخمسة، صح؟ قال لا. طب ما بسيطه هي يا استاذ، يبقى دي بخمسة، المعيار ده بخمسة، يبقى ده بخمسة زائد واحد زائد خمسة قيمتها بتساوي 11. يا رب تكون واضحة. هو ده شرط ايه يا استاذ؟ ده شرط التعامد. ركز، العلاقة ده هي معناها ان هما متعامدان. مين يا استاذ؟ ألف وب. ألف وب اتعامدوا هنا. لما تلاقي معيار جمعهم قد معيار طرحهم ده من التعامد. ليه يا استاذ؟ لو انا كان معايا يا باشمهندس مثلا ألف كان بتلاتة وأربعة وب كان بتمانية وسالب ستة، مش شرط التعامد يا هندسة إنك تضرب س في س زائد ص في ص يطلع بصفر. س في س ب 24 ناقص 24 بتساوي صفر. أيوه، تعال بقى شوف الكلام ده بيتحقق ولا لأ. تعال نشوفه يا أستاذ. بقول لك هات أ زائد ب كده، قلت له ب 11 وهنا 4 ناقص 6 سالب 2 يا أستاذ. ماشي، هات المعيار، قلت له المعيار بجذر 121 زائد 4 بيساوي جذر 125. كويس، اطرحهم كده. قلت له لما طرحتهم طلعوا بخمسة وهنا طلعوا بعشرة. قال هات جذرهم لأنك هتجيب المعيار. قلت له 25 زائد 100 طلعت بتساوي كام؟ 125 جوه الجذر. قال لك شفت؟ يبقى التعامد أو أ وب لما يكونوا متعامدين لو جبت معيار جمعهم بيكون قد معيار طرحهم. ماشي يا هندسة؟ إن شاء الله تمام يا أستاذ. نكمل. لو كان المتجه أ بيساوي سالب 3 من الب متجه، قلت له يا أستاذ أ متجه بيساوي سالب متجه، يعني معنى كده إن هو عكسه في الاتجاه مش في نفس اتجاهه، وده يا أستاذ مش شرط التعامد ولا ده يا أستاذ شرط التساوي. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أشيل الإشارة السالب هنا أحطها هنا. ليه؟ لو مثلا الاتجاه ده كان لألف بالموجب وبه ماشي عكسه، هل نفسها بالظبط لما أقول ألف يمشي كده وبه تمشي كده؟ لا، في الاتجاهات بتفرق جامد. عارف المعادلات العادية؟ عادي، سالب 3 بتساوي ب هي أ بتساوي أو 3 أ بتساوي سالب ب، إنما في المتجهات لا لا نيفر وامبوسيبل. يبقى ده اللي صح يا أستاذ. قال لا. طب ليه ده صح؟ هو قال لك يا باشمهندس إن في طريق لألف، ألف رايح في الطريق ده وب قده بس عكسه في الاتجاه، يبقى معنى كده إن الطريقين اللي هم ماشيين عليهم متوازيين، إنما ده رايح وده راجع مالناش فيه، بس هم متوازيين. قياس الزاوية بين المتجهين دول ايه؟ شفت بقى؟ شفت الخباثة دي؟ معظم الناس تقرأ المسألة دي ويقول لك ايه يا نهار ده، دي لسه عند العيال في ثالثة ثانوي، ايه اللي جابها هنا؟ ده دي زاوية بين متجهات، هم لسه هيتعلموا الدرس ده في ثالثة ثانوي. راجل هنا بيسألك في فهم، مش بيسألك انت خدته ولا ما خدتوش. يعني ايه يا استاذ مش فاهم؟ يعني يا هندسة بكل بساطة تعالى نرسم شبكة. رسمنا، هات طوله وهات زاويته، أو هات لنا زاويته. قلت له زاويته ص على س يا أستاذ 3 على 3 فهل واحد؟ ز كام اللي بواحد؟ 45. ده للأول. تمام. طب للتاني. التاني يا أستاذ طلع الزاوية. ز هي بتساوي ص على س. ز كام اللي بجذر 3 على 1؟ 60 درجة يا أستاذ. كويس، اسم إنه 60. يبقى الزاوية ما بين المتجهين طلعت كام؟ ده طلعت 15 يا أستاذ، لأن كلها كانت 60 مع منها 45، يبقى الزاوية المحصورة ما بينهم 15. بس كده نكمل. إمتى معيار متجه يساوي معيار متجه تاني؟ يا أستاذ لو في هنا رقم ممكن أديله مطلق وأطلعه من معيار أ كده. شوف معيار أ ده راح،
تمام يا أستاذ، يبقى هنا 4 بيساوي 5 كاف، وهنحط موجب أو سالب. ليه؟ لأن كاف دي جوه مطلق، وانت مش عارف هي كان أصلها موجب ولا سالب، لأنك عاوز أصلها، ما انتش عاوز معيارها. بيقول لك أنا عاوز كاف، فقلت له الكاف هتساوي موجب أو سالب 4 على 5. ألف بكاف وخمسة وبه بواحد وواحد، وكان ألف به معيار بيساوي 5. قلت له ألف به معيار ده معناه به ناقص ألف، به ناقص ألف ده ده بواحد ناقص كاف، وواحد ناقص 5 سالب 4. المعيار كنا بناخد السينات نربعها والصادات نربعها بتساوي كام؟ قال بتساوي 5. شيل الجذر ربع الطرفين، يبقى 1 ناقص كاف أس 2 زائد 16 بتساوي 25، 1 ناقص كاف أس 2 بتساوي 9. هنشيل أس 2 نجيب الجذر نحط موجب أو سالب، ومنها الكاف بتساوي 4، ومنها الكاف بتساوي سالب 2. لو كان معاك متجه ألف ومتجه به، الاتنين دول متعامدين. قلت له متعامدين شرط التعامد يا أستاذ، إن نضرب سين في سين زائد صاد في صاد، الناتج بتاعهم بصفر، يبقى 16 كاف بتساوي سالب 18، ومنها الكاف بسالب 18 على 16، على الاتنين فيها 9، على الاتنين فيها 8، يبقى بسالب 9 8. طب لو كانوا متوازيين، شرط التوازي يا أستاذ طرفين ناقص وسطين يساوي صفر. فرق ما بين شرط التوازي وشرط التعامد. شرط التعامد بضرب سين في سين زائد صاد في صاد، يطلع الناتج صفر. شرط التوازي بضرب طرفين ناقص وسطين، يطلع 12 كاف ناقص 24 بتساوي صفر، يعني 12 كاف بتساوي 24، ومنها الكاف بتساوي 2. لو كانوا متوازيين تعرف تجيب كاف؟ قلت له طرفين ناقص وسطين دي بتساوي صفر، 5 كاف تربيع ناقص 3 كاف ناقص 2 كاف تربيع ناقص 6 كاف. ليه؟ عشان السالب دخل غير الإشارة، ركز في دي. يبقى معايا 3 من كاف تربيع ناقص 9 من كاف بتساوي صفر. لو خدنا 3 كاف مشترك يتبقى كاف ناقص 3، ومنها الكاف بصفر، ومنها الكاف بتساوي 3. يا رب تكون واضحة يا هندسة. نكمل. لو معانا متجه بجذر 3 و1، قلت له يا أستاذ بص حضرتك، المتجه ده لو حبيت أجيب زاويته ظا كامل اللي بواحد على جذر 3 30 درجة يا أستاذ. بيقول أنا لو خليت المتجه ده مع اتجاه عقارب الساعة لف 45، يعني مشي كده لف 45 كده، كده معايا 30، يبقى نزل هنا 15. أيوة يا أستاذ. يبقى صورة القطبية هتكون إيه؟ قلت له صورة القطبية هنجيب طوله. طوله بكام؟ طوله يا أستاذ بالجذر التربيع، للسين تربيع والصاد تربيع، طلع ب2. طب وزاويته؟ قلت له الزاوية الجديدة يا أستاذ دي هتبقى بسالب 15 درجة، أو يا أستاذ نقدر نقول إن هي بتساوي 345 درجة، أي واحدة منهم تلاقاها في الاختيارات، وممكن تلاقاها بالتقدير الدائري. الدرس اللي بعد كده يا باشمهندس العمليات على المتجهات، جا بيقول لك لو معاك مثلث اسمه ألف ب ج، هذا المثلث أهو يا أستاذ ألف ب ج، دال في نص البه ج، رسمنا الالف دال ماشي، الف ب زائد ب ج بتساوي ايه؟ الف ب زائد ب ج، الف ب زائد ب ج، بنقفل البدايه والنهايه يا استاذ بالف ج. طب الف ب زائد الف ج، الف ب زائد الالف ج، ده باتنين من المتوسط يا استاذ. طب ألف ب ناقص جيم ب، قلت له ناقص دي عشان أخليها بالموجب بغير الاتجاه. ألف ب يا أستاذ زائد ألف جيم، ألف ب وألف جيم دول باتنين من ألف دال،
يبقى هنا دول اتنين من ألف دال زائد اتنين من دال ألف، يطلع الناتج بيساوي صفر. ألف ب زائد ب جيم زائد جيم دال زائد دال ه، بنقفل البداية بالنهاية يبقى الناتج ألف ه. يا رب تكون واضحة. نكمل. ألف صاد، فين ألف صاد؟ أهو يا أستاذ، بنعتبر إن هو قافل بداية ونهاية حاجة، يبقى كان عبارة عن ألف صاد ده اللي هو ألف ب زائد ب صاد. طب سين صاد، سين صاد يا أستاذ اللي هو عبارة عن سين جيم زائد جيم صاد. كويس. ألف ب ده يا أستاذ عبارة عن إيه؟ ألف ب عبارة عن اتنين من سين جيم. طب ب صاد عبارة عن إيه؟ ب صاد أهو يا أستاذ اللي هو قد الصاد جيم، خلي بالك. طيب هنا كان في سين جيم وهنا كان في جيم صاد. طب مش ب صاد وجيم صاد دول في اتجاهين متضادين؟ ب صاد وجيم صاد اتجاهين متضادين هيلاشوا بعض يا أستاذ لأن هم قد بعض، يبقى 2 سين جيم زائد سين جيم يبقى ب 3 من سين جيم، يبقى معنى كده الكاف طلعت بكام؟ طلعت ب 3. ميم سين زائد ميم صاد زائد ميم جيم. في معلومة يا هندسة لازم تحطها في بالك، قول نقطة تقاطع المتوسطات لو كان جزء منها طالع بيوازي ضلع يبقى طوله بيساوي تلته، يعني ده تلت البه جيم وده هو تلت اللي بيوازيه اللي هو الالف جيم وده هو تلت اللي بيوازيه اللي هو الالف ب. ليه يا أستاذ؟ لأن حضرتك فرضا إن احنا جينا نزلنا المتوسط هتقعد تشابه المثلثات ومن التشابه هيطلع معاك النسب دي. ما علينا من كل ده كله، أي نقطة خارجة أو أي قطعة خارجة من نقطة تقاطع المتوسطات بتوازي ضلع يبقى بتساوي تلته. تمام؟ تمام يا أستاذ. يبقى ده كده عبارة عن تلت ألف جيم زائد ميم صاد. ميم صاد يا أستاذ تلت به جيم. ميم عين، ميم عين تلت ألف به. لو خدنا التلت مشترك يبقى هنا ألف ب زائد ب جيم زائد ألف جيم دول قيمتهم يا أستاذ بتساوي صفر، يبقى تلت في صفر الناتج بصفر. يا رب تكون واضحة معاك. نكمل في الشكل المرسوم. ماشي، ب ألف، ب ألف زائد نص ألف جيم. ب ألف زائد نص ألف جيم، فين ب ألف؟ أهي، ونص ألف جيم يعني ألف ميم يعني ايوه، اقفل البدايه بالنهايه يا عم احمد، يبقى انا اقدر اقول انها ب ميم او ميم دال، اي واحده منهم. طب ده شبه منحرف، الالف ب كان ب 2 من الالف دال، قلت له ب جيم ده 2 من الف دال، تمام، زائد 2 من دال جيم، ده بيساوي ايه؟ قلت له يا استاذ انا لو خدت الاثنين مشترك هيتبقى الف دال زائد دال جيم، وألف دال زائد دال جيم ده بيساوي الألف جيم، يبقى الناتج 2 من ألف جيم. نكمل. المتجه الذي يعبر عن السرعة 6 كيلومتر لسيارة في اتجاه الشمال الشرقي. قلت له يا أستاذ ده سرعة قطبية، شمال شرق شمال غربي، يبقى الزاوية 45 هنا وده كان بستة، يبقى الزاوية 135، يبقى 6 في جتا 135 في اتجاه السينات زائد 6 في جا 135 في اتجاه الصادات. قوة أولى وقوة تانية وقوة تالتة وقوة رابعة وقوة خمسة، بيقول إن المجموعة دي متزنة. يعني إيه متزنة؟ المحصلة يا أستاذ تكون بصفر. طب ما تيجي تجيب المحصلة، القوة التانية قيمتها بتساوي الطول في جتا الزاوية، جتا الزاوية بسالب 1 على جذر 2، 135 جتا 135 بسالب 1 زائد الطول في جا الزاوية. تمام، دول كده راحوا، يبقى القوة التانية بتساوي سالب 8 زائد 8، ده اتجاه سين وده اتجاه صاد. القوة التالتة معانا، الرابعة معانا، الخامسة معانا. بيقول المجموعة متزنة، يعني اجمع السينات مع بعضها كلها. قلت له 3 ناقص 8 سالب 5 زائد ألف زائد 4 ناقص 5، يبقى كده سالب 6 زائد ألف.
كل ده اتجاه السينات زائد اتجاه الصادات. يلا 2 و8 قد 10 10 و3 13 13 ناقص 5 ب8 وب زائد 2 يبقى 10 زائد ب في اتجاه صاد. المجموعة متزنة يبقى 0 في اتجاه سين زائد 0 في اتجاه صاد. ساوي الخانة بالخانة، ألف ب6 وب زائد 10 بتساوي 0، يعني الب بسالب 10. كده أنا جبت ألف وب، يبقى ألف عب ب6 على 10 بالسالب يبقى بسالب 3/5. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. إذا كان عين أ بتساوي 30 في اتجاه س وعين ب بتساوي 50 في اتجاه س، يبقى عين أ ب بإيه؟ قلت له عين أ ب دي معناها عين أ ناقص عين ب. عين أ ب 30 في اتجاه س ناقص عين ب ب 50 في اتجاه س، يبقى الناتج طلع سالب 20 في اتجاه س. يا رب تكون واضحة معاك يا هندسة. نكمل. أ ب ج مثلث، تقدر تجيب نقطة تقاطع متوسطاته؟ قلنا له يا أستاذ المتوسطات قانونها مجموع السينات على 3 ومجموع الصادات على 3. نجمع السينات، خانة السين نجمعها على 3 اللي هو 3/3، وخانة الصاد نجمعها على 3، يبقى الناتج طلع ب1 و0. قانون نقطة تقاطع المتوسطات لما يديني الرؤوس مجموع السينات على 3 ومجموع الصادات على 3. ماشي يا شباب. لو انا معايا قطعة ألف ب، ألف ب2 و3 وباء ب4 و1، عايزين احداث المنتصف. قانون المنتصف يا استاذ مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2، فباجي اهو اقوم جاي بالسينات جامعها على 2 والصادات جامعها على 2، يبقى تطلع بتساوي 3 و2. بس كده يا سيدي الناس. انت تعرف يا باشمهندس ان منصف الزاوية بيقسم القاعدة النسبة بتساوي النسبة بين الاضلاع؟ ايوة. يبقى ألف جيم لما كان ألف جيم على ألف ب بيساوي 3/4، يبقى دي ب3 ودي ب4، قلنا القاعدة يبقى النسبة زيها. طب انا عاوز احداثي ب، ب دي بقى يا باشمهندس خارج ولا داخل؟ خارج. يبقى النسبة كام؟ كده 4 يا أستاذ وكده 7، يبقى النسبة 4/7. النسبة اللي خدتها الأول خد النقطة القريبة لها الأول، والتانية خدها التانية، وكنا بنبتدي من دول، ضرب دول ناقص ضرب دول، ضرب دول ناقص ضرب دول. النسبة التي يقسم بها محور السينات القطعة أ ب، حيث أ بكذا وب بكذا، هي إيه؟ معايا يا أستاذ قطعة اسمها أ ب. ماشي. النسبة اللي هيقسم بيها محور السينات، محور السينات يبقى النقطة اللي عليه س وصفر. ماشي. هنا كانت كام؟ 7 وسالب 2، وهنا كانت كام؟ 2 و5. لو فرضنا ان النسبة لام الى ميم، ماشي يا استاذ عاوزينها، قلت له النسبة لام لميم دي قيمتها 7 سالب 2 2 5، بطبق تقسيم من الداخل، دايما بطبق التقسيم من الداخل، ولو الناتج طلعت اشارته سالب يبقى خارج، لو طلعت موجب يبقى داخل، وهشتغل عادي خالص. س وصفر بتساوي السينات مانيش عاوزها في حاجه، انا عايز خانه الصادات عشان هسواها بصفر. 5 لام ناقص 2 ميم على لام هنسويها بالصفر، ومنها 5 لام ناقص 2 ميم، خدت الخانه ده اهي سويتها بالصفر بتساوي صفر، يبقى 5 لام بتساوي 2 ميم، يبقى لام إلى ميم ب2/5، يبقى النسبة 2/5، ومنين؟ ومن الداخل كمان. جيم تنتمي للألف ب قطعة، وألف ب كانت بأربعة من ب جيم، يبقى ألف ب على ب جيم بتساوي 4/1. جيم على القطعة دي، ماشي يا أستاذ. الألف ب كلها كانت بأربعة، كويس، ومن الب للجيم كانت بواحد، يبقى فاضل هنا كام؟ 3. الألف ده قيمته بسالب 1/4، والب قيمتها ب3/4. جيم دي داخل ولا خارج؟ داخل يا أستاذ، لأنه قال تنتمي للقطعة، كويس.
يبقى انا عاوز جيم بتقسم بنسبه كام لكام؟ انت هتاخد انهي نقطه الاول يا استاذ؟ انا عايز ب. النسبه يا استاذ 1 الى 3، انا خدت ب الاول وخدت الالف التاليه بس خلاص. عاوزين الاحداثي بسيطه بقى، هاجي من هنا واضرب دول في بعض ودول في بعض، تقسيم من الداخل كده. يبقى سالب 1 زائد 9 على ال 4 لانه تقسيم من الداخل، وهنا 4 زائد 12 على ال 4. كده احنا طلعنا القيمة 8 على الاربعة فيها الاتنين و16 على الاربعة فيها الاربعة. لو كانت جيم تنتمي للالف ب متجه وتلاتة الف ب بتساوي خمسة من جيم ب، فان جيم تقسم ب بنسبة كم من الداخل؟ قلت له يا استاذ هات لي الف ب على جيم ب كده خمسة على تلاتة. ماشي، الالف ب يا استاذ من الداخل، الجيم بتقسم من الداخل يبقى الجيم جوه، الالف ب كله بخمسة ومن الجيم للب بتلاتة يبقى فاضل لي هنا كام؟ اتنين. يبقى الجيم بتقسم ب ألف بنسبة كام؟ ب بتلاتة وألف باتنين، يبقى تلاتة إلى اتنين من الداخل. يا رب تكون واضحة. أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم. الصور المختلفة دي كنا بنجيب يا أستاذ أول حاجة المعادلة الموجهة بتساوي النقطة اللي مر بيها زائد كاف في متجه الاتجاه. متجه الاتجاه ده بنسميه ايه؟ طب هنجيبه ازاي؟ متجه الاتجاه ده بيبقى عبارة عن زوج مرتب، تعالى للميل ده هو اعمله زوج، شوف سين وصاد، كان الميل اصلا فرق الصادات على فرق السينات، فانا عكسته عملته كده. فجيت طلعت القيمة يا استاذ النقطة اللي مر بيها اللي هي عبارة عن 2 و 3 زائد كاف في متجه الاتجاه اللي هو 3 و 2 بس كده، انا عملت الصوره الموجهه. طب انا عايز المعادلات الوسطيه، كنا بنبدل ري دي ونحط مكانها سين وصاد ونقول صاد ناقص رقم الصادات بتساوي 2 كاف، وسين ناقص رقم السينات اللي هي 2 بتساوي 3 كاف. دول اسمهم المعادلات الوسطيه. في معادله اسمها كارتيزيه. المعادله الكارتيزيه دي كنا بنقسم الوسطيات على بعض، يبقى دي كان اسمها معادلة موجهة. المعادلة الموجهة دي أو المتجهة كنا بنيجي نكتب النقطة اللي مر بيها زي كاف في متجه الاتجاه. متجه الاتجاه ده هو الميلان، خلي بالك. وبعد كده كنا بنطلع الوسطية بنساوي السينات ببعض والصادات ببعض. طب افرض يا أستاذ انه ما كانش اداني الميل وكان اداني نقطتين، طب ما تجيب الميل يا هندسه، فرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات على فرق السينات طلع باتنين على واحد يا استاذ، يعني متجه الاتجاه بواحد واتنين، صح؟ وكان في ناس تقول ايه، هو ماشي من الف رايح لبه، طب ما تقول به ناقص الف على طول، تلاته ناقص اتنين واحد وخمسه ناقص تلاته اتنين، صح برضه، وكنت بتاخد النقطة ومتجه الاتجاه وبتشتغل. معادلة الخط المستقيم المار بتلاتة وصفر وصفر وسالب اتنين، طلب معادلة ولا صور مختلفة؟ هتفرق معادلة يا أستاذ. يبقى شوف ايه القانون اللي بيمشي مع نقط التقاطع مع المحاور. شفت ده قطع محور السين لأن الصادات بصفر، ده قطع الصادات لأن السينات بصفر. كنا بنقول سين على رقمها زائد صاد على رقمها بتساوي واحد، يبقى سين على تلاتة ناقص صاد على الاتنين بتساوي واحد. لو ضربنا في ستة يبقى اتنين سين ناقص تلاتة صاد بتساوي ستة. هي دي هندسة المعادلة. نكمل في الشكل المرسوم، عايزين معادلة الواو جيم. قلت له بسيطة قوي يا أستاذ، مش أنا معايا حضرتك الزاوية دي قائمة ومثلث متساوي الساقين يبقى زوايا القاعدة متساوية، ده بميم ده بميم زيه، ماشي. الزاوية دي 45 يا أستاذ، يبقى الميل هنا بيساوي ظا 45 بيساوي واحد، ومارر بنقطة الأصل، يبقى المعادلة ص بتساوي الميل في س زائد ج، ج طول الجزء المقطوع، طول الجزء المقطوع، م ده قيمة الميل. فقلنا له يبقى الصاد بتساوي الميل في سين وقطع عند الصفر، يعني الصاد بتساوي سين اللي هو الاختيار ده.
يا رب تكون واضحة. نكمل. المستقيم 6 سين ناقص 8 صاد بتساوي 48 يصنع مثلثا مع محوري الإحداثي محيطه بيساوي كام؟ قلت له يا أستاذ هو حضرتك صنع مع محاور الإحداثي مثلث نقدر نجيب لك نقط التقاطع. يعني إيه بيقطع محور السناد؟ يعني الصادات بصفر، حط الصاد بصفر. 6 سين بتساوي 48 قسمنا على 6 يبقى السين بتساوي 8 يا أستاذ. ماشي، حط يا باشمهندس السين بصفر يبقى الصاد طلعت بسالب 6 يا أستاذ. ماشي، ده كده المثلث اللي هو اتحصر مع المحاور. النقطة دي كانت صفر وصفر، يبقى الطول هنا 8 والطول هنا 6، جبنا ده من فيثاغورس ب 10. يبقى المحيط 8 زائد 6 زائد 10 بيساوي 24. معادلة المستقيم المنصف للزاوية بين محوري الإحداثي. يا أستاذ أنا معايا محاور في مستقيم نصف الزاوية اللي بينهم. لما المستقيم ينصف الزاوية يبقى معادلته ص بتساوي الميل س. الزاوية اتقسمت يبقى كل واحدة 45، يبقى الميل هنا بيساوي ظا 45 وظا 45 بواحد، يبقى المعادلة ص بتساوي س. المستقيم س على 6 زائد ص على باء بتساوي 1 يصنع مع محوري الإحداثيات مثلثا مساحة سطحه 9 وحدات مربعة، فإن باء تساوي كام؟ قلت له ده قطع المحاور. أيوة خلاص، طالما قطع المحاور يبقى قطع محور صاد في باء وقطع محور سين في 6، وده المثلث. أنت مديني مساحته بتقول إنها بتسعة، يبقى المساحة نص في طول القاعدة في الارتفاع بيساوي 9، نص الستة 3، يبقى الباء قيمتها بتساوي 3. أم هنا يا باشمهندسين في لبس صغير. واحد بيقول إيه؟ طب يا أستاذ ده قانون نقط التقاطع مع المحاور وماشي، مين اللي قال لك إن المثلث في الربع الأول؟ يا ابني سواء كان في أي ربع، يعني فرضا لو كان هنا ما هي مساحة المثلث ثابتة نص القاعدة في الارتفاع، لو كان هنا نص القاعدة في الارتفاع، لو كان هنا نص القاعدة برضه في الارتفاع. إحنا كنا بنجيب يا أستاذ الزاوية ما بين المستقيمين إزاي؟ أولا هو يعني إيه س تساوي صفر؟ ده دي معادلة محور الصادات يا أستاذ، تمام. والمستقيم ده كان مائل بزاوية يا أستاذ الميل بتاعه اللي هو 2 على 2 اللي هو بواحد، لأنه متجه الاتجاه هو الميل، يعني كان مائل بزاوية 45. فاضل لك كم من 90؟ 45. هو عاوز الزاوية ما بين س تساوي صفر يعني محور الصادات والمستقيم ده نفسه، فدي طلعت يا أستاذ بتساوي 45 درجة، يبقى الزاوية المحصورة 45 درجة. قياس الزاوية المحصورة بين المستقيمين س تساوي 1 وص تساوي 2. س تساوي 1 ده محور الصادات، ص تساوي 2 ده محور السينات. محور الصاد ومحور السين متعامدين، وفي حد يقول هجيب الميل سالب معامل س على معامل ص، 1 على 0 غير معروف، وده 0 على 1 بصفر غير معروف وصفر، دول متعامدين. قياس الزاوية المحصورة بين الدنيا باشمهندس مستقيمين 2. قلت له يا أستاذ هجيب لك ميل، ده الميل هنا بيساوي 2 ناقص جذر 3، والميل هنا بيساوي 2 زائد جذر 3. طب الزاوية كان قانونها ايه؟ كنا بنقول ظاهي بتساوي الميل الأول ناقص الميل الثاني على 1 زائد الميل الأول في الميل الثاني. 2 ناقص 2 راحهم، سالب جذر 3 ناقص جذر 3 لأننا هنغير الإشارات، يبقى هنا 2 من جذر 3 لأن ده مطلق مش هيطلع سالب، وهنا ده ب 2 يا أستاذ. قوس سالب وقوس موجب، خدنا السالب ربعناه بقت 4 ناقص 3 كده 1. ظا كام اللي بجذر 3؟ يبقى الزاوية 60 درجة يا أستاذ، يبقى الزاوية اللي ما بينهم 60 درجة. مجموعة قيم كافة التي تجعل قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين هي باي على 4. قلت له يا أستاذ خلاص القانون، هنجيب الميل الأول سالب معامل س على معامل ص، هنجيب الميل الثاني سالب معامل س على معامل ص، خلاص يبقى باتنين يعني. تعال نطبق القانون. ظا ه بتساوي ظا 45 بواحد مطلق، الميل الأول ناقص الميل الثاني
على 1 زائد الميل الأول في الميل التالي. هنعمل المقص يبقى 1 ناقص 2 على كاف بتساوي سالب 1 على كاف ناقص 2، ولما نغير الإشارة هيكون 1 ناقص 2 على كاف بتساوي 1 على كاف زائد 2، لأن المطلق يا شباب بناخده مرة موجب ومرة سالب. ماشي، تعال نحل بقى المسائل دي. هضرب المعادلة دي كلها في كاف، لما ضربت في كاف بقى هنا كاف ناقص 2 بتساوي هنا سالب 1 ناقص 2 كاف. هنعدي الكاف مع الكاف يبقى 3 كاف بتساوي موجب 1 ومنها الكاف بتولد. هنضرب هنا في كاف يبقى كاف ناقص 2 بتساوي 1 زائد 2 كاف ومنها الكاف بتساوي سالب 3. كده أنا جبت قيم كاف اللي هي بتولد وسالب 3. نكمل. الزاوية بين المستقيمين الذي ملهم، قلت له يا أستاذ المسألة دي مباشرة، يبقى ظاهر بتساوي مطلق الميل الأول ناقص الميل الثاني اللي هو سالب 2 على 1 زائد الميل الأول في الميل الثاني. يطلع الناتج هنا يا أستاذ 5 على الاثنين على الصفر اللي هو غير معروف، يبقى هي بتساوي 90 درجة لأن هما طلعوا متعامدين، وكان من باب أولى إن ضربنا الميل الأول في الميل الثاني نص في سالب 2، على طول الناتج طلع بسالب 1 يبقى هما متعامدين. نكمل. طول العمود النازل من نقطة على محور السينات، طول العمود النازل على محور السينات مطلق ص، طول العمود النازل على محور الصادات مطلق س. العمود طول العمود المرسوم على محور السينات مطلق ص، العمود المرسوم على محور الصادات مطلق س. البعد بين المستقيمين دول ايه؟ قلنا له أول حاجة يا أستاذ لازم أثبت إن هما متوازيين. طلعوا متوازيين، جبنا الميل الأول طلع بيساوي 3/4، جبنا الميل الثاني طلع بيساوي 3/4. إزاي أجيب البعد بين مستقيمين؟ قال لك علشان تجيبه لازم يكون معاك معادلة ونقطة. علشان نجيب البعد ما بين المستقيمين دول بقى يا شباب بعد ما ثبتنا إن هما متوازيين، لازم يا أستاذ يكون معايا نقطة ومعادلة منهم. طب أنا معايا معادلتين ما معايش نقطة، تقدر يا هندسة تجيب نقطة من واحد منهم إزاي؟ تعال على أي واحد يعجبك حط قيمة لسين. حطيت صفر يا أستاذ، الصاد طلعت بكام؟ 4 صاد بتساوي 20، يبقى الصاد بخمسة. يا أستاذ أنا أجيب أي نقطة كده؟ أي نقطة، والقانون بيقول لك إن البعد بيساوي معيار المعادلة التانية، مش اللي انت جبت منها النقطة، على الجذر التربيعي للرقم اللي قدام سين ربعه والرقم اللي قدام صاد ربعه، عوض بالنقطة صفر وخمسة، يبقى هنا 20 ناقص 2 18، على جذر 25 يبقى 18 على 5. يا رب تكون واضحة. طول العمود المرسوم من الأصل على المستقيم ده، قلت له يا أستاذ كده أنت اديتني نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر، طب أنا عاوزها معادلة في صورة عامة، أجيبها إزاي؟ كنا بنسمي دي س وصاد، 5 وصفر زائد كاف 4 و3، وكنا بنقول صاد ناقص رقم الصادات على س ناقص رقم السينات بتساوي الميل. هعمل المقص، 4 صاد بتساوي 3 س ناقص 15، 4 صاد ناقص 3 س زائد 15 بتساوي صفر. هناخد يا باش مهندسين مطلق المعادلة على الجذر التربيعي للرقم اللي قدام س تربيع والرقم اللي قدام ص تربيع، هنعوض بالنقطة صفر وصفر، يبقى مطلق 15 على جذر 25 5، يبقى الناتج مطلق 15 ب 15 على 5 فيها 3، يبقى النتيجة ب3. آخر درس يا باشمهندسين بيتكلم عن معادلة العامة ما بين نقطة تقاطع مستقيمين، يعني كان في مستقيمين اتقطعوا معادلة مرت ما بينهم. إزاي بتيجي دي؟ قال بسيطة قوي، أنت حضرتك بتجيب نقطة التقاطع، بنجيبها إزاي؟ كنا بنجيب قيمة من معادلة، يعني السين بخمسة، ونحطها في المعادلة التانية، 5 زائد ص بتساوي 13، ومنها الص بتساوي 8. ماشي يا أستاذ، كده احنا جبنا قيمة س وقيمة ص،
بقت النقطة 5 و8 ومتجه الاتجاه اللي هو ايه؟ 4 و1. يبقى المعادلة المتجهة كنا بنقول ان ر بتساوي النقطة اللي مر بيها زائد كاف في متجه الاتجاه 4 و1. بس كده يا هندسة. معادلة المستقيم المرة بنقطة تقاطع المستقيمين دول وميله يوازي محور السينات، يعني يوازي محور السينات الميل بصفر. قلنا له عادي يا أستاذ، نجيب لك قيمة السين بكام صاد؟ باتنين صاد. تعال نشيلها ونحط قيمتها هنا، يبقى 2 صاد زائد 2 صاد ناقص 4 بتساوي صفر، 4 صاد ناقص 4 بتساوي صفر، 4 صاد بتساوي 4 ومنها الصاد بتساوي 1. جبنا قيمة الصاد بـ1، يبقى السين قدها مرتين، يبقى السين باتنين. وكنا بنقول المعادلة صاد بتساوي الميل في سين زائد جيم. الميل بصفر، صفر في أي حاجة راح، يبقى الصاد تساوي رقمها، صاد تساوي 1. هو ده معادلة المستقيم. أتمنى يا باشمهندسين إن أكون قدرت أفيدكم، ونتقابل إن شاء الله مع الجبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.